السيارة زي ما قلنا بصراحة يعني تجربة بسيطة اليوم. زي ما قلنا السيارة عزم حلو، تسارع، صوت ماكينة مرعب. يعني أتمنى أحيانا تكونوا معايا عشان تسمعوا صوت الماكينة مظبوط. استمتع من السيارة في أي لحظة تتسارع بمنتهى البساطة، ألاقي الكفرات اللي ورا بتدخن بشكل أو آخر، يا القلف طلع دخان منها، يا الفرامل طلع دخان منها، يا أو أبعد على سمو السيارة شوية تحذف من قوة الباور العزم اللي نازل دفعة واحدة بسرعة واحدة خبطة واحدة كده على الكفرات. الكفرات أحيانا بتلاقي صعوبة إنها تتجاوب معها. اللافت في النظر يعني الحلو إنه الجير بوكس على قد نعومته وتجاوبه السريع مع عزم الماكينه متجاوب معاه جدا. في بعض السيارات كادلك السي تي اس بي الجير بوكس كان في مشكله يتجاوب مع كميه العزم اللي طالعه من الماكينه. هنا لا، اذا تاخرنا مثلا هناك السي تي اس بي على 5500 ما عشك الار بي ام ماكسيمم 5600 ار بي ام ما عشك ما حيعشك معك لين يخش الاحمر او انك ترفع رجلك على البنزين. هنا لا، مجاوب جدا مع انه برضه كمان ما لقى معايا في النص، بس خليني اقول يمكن كانت غلطتي انا شويه ما ولفت على رده فعله. كان رده فعله البرمجه من سياره لسياره من كمبيوتر لكمبيوتر تختلف حساسيتها، بس دمنت الواحد يولف على البرمجه وعلى سرعه التعشيك. الجير بوكس ما بيعاني ولا الدفرنس بتعاني، اللي بيعاني الكفرات منتهى البساطه. تعمل ميزانيه وانت ما انت فاصل جهاز التحكم في التماسك، اعمل حسابك على ميزانيه كفرات كل شويه هنا وهناك طقم كفرات يروح وتجيب بدل كفرات جديده، مع انه بصراحه على قد ما هي مكلفه لكنها ممتعة. يعني خلينا أقول بسرعة، يمكن واحد يكون من ضمن الأشياء الواحد دافعها ومستمتع جدا باللي سواته السيارة وهو اللي استمتع فيه في سواقة السيارة. السيارة فيها زي ما قلنا كاميرا خلفية، فيها نافيجيشن، فيها كل شيء موجود. الفئة العمرية المستهدفة للسيارة هذه واحد شباب بغض النظر، ممكن عمره 50 سنة، راغب في السيارة الصغيرة الرياضية، لأنه ترى هنا الفئة العمرية بين العالم العربي تختلف عن الصين، عن أوروبا، عن روسيا، فكل دولة لها ستايل معين. يعني ممكن برا السيارات مثلا مرسيدس الاس كلاس الناس دي اللي عمرها فوق 50 سنة، 45 ل 65 سنة يركبها. هنا عندنا ممكن تلاقي واحد عمره حاجة 20 سنة دوب راكب السيارة هدية من والده، فما لها دعوة كثير. لكن السيارة في تصميمها كانوا أخذين في بالهم اعتبار معين في تصميم الفئة العمرية اللي بيستهدفوها للسيارة دي. الشاهد السيارة دي واحد يبغى سيارة رياضية روحه شبابية، ما هو متزوج أو متزوج حديثا، أو هو وزوجته طفل أو طفلين صغار ويبغى شيء رياضي، أو حتى كمان عنده كذا سيارة تانية بس يبغى السيارة هذه كده يستمتع رايح جاي فيها المكتب أو الويكند، ونسارة 4 أبواب قاعد الغرض ورياضية. حتى في الملفات التجاوب حقها سريع السيارة، يعني ما شاء الله أكيرت دقيقة جدا. الواحد بس يدوب بهدوء يوجه الدركسون بغض النظر السرعة، السيارة بتتجاوب والعزم اللي طالع من الدفرنس ومن الماكينة بيكمل. أتمنى إن شاء الله كده يكون عندكم معلومات يعني كافية وافية عن السيارة اليوم. إن شاء الله تكون ناسبتكم وعجبتكم السيارة.